مشاهدينا الكرام، في حلقة اليوم نتحدث عن الماء سر الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الذي لا بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم دنيا ودين. مشاهدينا الكرام، في حلقة اليوم نتحدث عن إعجاز الخالق سبحانه وتعالى في عنصر الماء وأيضا الأرض، هذه الأرض التي تمدنا بالخيرات من عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أيضا الحق جل وعلا حينما تحدث عن الماء قال الحق سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا شك أن عنصر الماء هو من أهم العناصر الموجودة في هذا الكون الذي نعيش فيه، فعليه تقوم الحياة وعليه يقوم كل الحضارات التي نشأت وستنشأ إن شاء الله في المستقبل، فالماء هو الحياة. نتحدث عن هذا الموضوع الهام في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام بصحبة ضيوفنا الكرام إن شاء الله تعالى. انتظرونا بعد فاصل قصير ونبدأ معكم الحوار إن شاء الله تعالى. مرة أخرى بعد هذا الفاصل وفي بداية هذا اللقاء أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. يشرفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور جميل محمد علام، عميد معهد الدراسات الإسلامية. أهلا بك أستاذنا الدكتور. أهلا بك. مرحبا حضرتك، شرفنا ومنورنا. أهلا بك. نعم. ومعنا أيضا نموذجين من الشباب الذين يعني مارسوا العلم، وإن شاء الله تعالى ننتفع بهذه العلوم في المستقبل إن شاء الله تعالى. لديهم الكثير من البحوث الهامة في مجال المياه والتربة والزراعة والأسمدة، نتعرف منهم على أهم هذه البحوث التي قاموا بإعدادها وكيف يمكن أن تفيد مصرنا الحبيبة إن شاء الله تعالى. نرحب بضيفين كريمين معنا في هذا اللقاء. معنا الدكتور محمد المعداوي، الباحث بالنانو تكنولوجي ومدرب الجودة. اهلا بك. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم استاذ. كما ارحب ايضا بضيفي الكريم المهندس محمد حسني، الباحث بالنانو تكنولوجي. ايضا اهلا بك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك، شرفنا منورك القناه الكريمه. شرف لنا يا فندم. ابدا مع فضيله العميد الاستاذنا الدكتور جميل محمد علام. استاذنا الدكتور، يعني لا شك ان العلم لا يتوقف عند حد، ففي كل يوم نجد نظريات علميه جديده تدل دلالة واضحة على إعجاز القرآن الكريم وإعجاز الحق جل وعلا حينما تحدث عن الماء وعن الأرض وحينما تحدث عن إعمار الكون. لا شك أن الماء له أهمية كبيرة في هذا الكون الذي نعيش فيه. لو حدثتني عن أهمية الماء وأهمية التربة والزراعة في الحياة التي نعيشها، وكيف يعني أرشدنا القرآن الكريم إلى إعمار الأرض. بداية، هو القرآن الكريم تحدث عن الكون كله بكل ما فيه من نعم الله سبحانه وتعالى، وتحدث عن وظيفة الإنسان في تسخير هذا الكون لإقامة منهج الله سبحانه وتعالى وإعمار هذا الوجود بشرع الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم اشتمل على كل أبواب العلوم التي كانت في الماضي والموجودة الآن في الحاضر والتي ستأتي أيضا في المستقبل. نعم. لأنه كتاب الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، لذلك قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما الحقيقة العلمية فهي الأمر المؤكد الذي تواترت عليه عقول واستنتاجات كل العلماء في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل أيضا. نعم. وفق القوانين التي تسير منظومة الحياة. جميل. ولو بحثنا في القرآن الكريم
سنجد أن القرآن العظيم اشتمل على كافة الحقائق العلمية التي نظم عليها هذا الوجود، سواء في عالم الإنسان أو سواء في عالم الحيوان أو في عالم النبات نعم. أو في عالم الأرض جميل. أو في عالم المياه نعم. فيتحدث القرآن الكريم مثلا في قول الله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا نعم. أحياء وأمواتا ثم قال الله عز وجل: وجعلنا فيها رواسي نعم. شامخات. وبعد ما قال وأسقيناكم نعم. ماء فراتا نعم. إذن هنا في منظومة إلهية، ده علم وده العلم والتاني الثالث الرابع جميل. والكل منظوم بقدر جميل. والكل مقنن بقوانين أحسن. في عالم المياه نجد القرآن الكريم تحدث عن المياه، ومن عجيب إعجاز القرآن الكريم أن نسبة المياه في الكرة الأرضية نعم. هذه النسبة لا تتعدى أو تصل إلى 71% من نسبة الأرض نسبة الأرض نعم. يعني نسبة المياه أضعاف صحيح. نسبة اليابسة صحيح. والعجيب والمدهش أن لفظة المياه في القرآن الكريم وتكرارها أكثر من الأرض يساوي نفس النسبة نعم بالنسبة للأرض والماء. كما أخبر الحق تبارك وتعالى أحسن تفضل. نفس النسبة نعم. وده التناسق العجيب في ما نسميه بالإعجاز العددي صحيح. إعجاز الحقائق العلمية. يقول الله تبارك وتعالى في عالم المياه: وأرسلنا الرياح لواقح نعم. ثم بعد كده قال: فأسقيناكم نعم. جميل. ويتبين العلم الحديث بالحقائق العلمية أن هناك سحب حاملة للسالب نعم. وسحب حاملة للموجب. فإذا حدث الالتقاء يحدث عند ذلك المطر, نعم. المطر. نعم. وهذه أمور لا يستطيع أن يستوعبها أي إنسان قبل 100 عام سبحان الله. من وصول العلماء إلى هذه الحقائق العلمية. أحسنت سندر. بل نجد القرآن أعجب من هذا وأدهش، يتحدث عن الماء عندما يتحول الماء إلى نار. وهذا أمر قديما ما كان لأحد أن يتخيل نعم. أو يتصور أن يكون الماء نارا نعم. نعم. ويكتشف العلم الحديث اليوم أن الماء يتكون من يد 2 ألف. نطلع اليد دي تطلع إيه؟ يطلع الهيدروجين نعم. والألف دي تطلع إيه؟ الأكسجين. أكسجين. نعم. ودي جميل. وخصائصها إيه؟ ده بيشتعل وده بيساعد على الاشتعال. فلما أحسن. يجي القرآن الكريم ويتحدث ويقول: وإن يستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه نعم. فلم نعم. يكن غريبا ولا عجيبا أن تتحول الماء إلى جزئياته الأولى الذي يشتعل ويساعد على الاشتعال نعم. وتلك أحسن. دلائل الإعجاز القرآني وأبوابه كثيرة في هذا بارك المجال. الله فيك. أحسنت دكتور جميل محمد علام على هذه الكلمات الطيبة. وأنتقل لي ضيوفي الكرام، يعني أبدأ بالمهندس محمد حسني باعتباري الحديث عن الماء تمام. يعني مشكلة الماء، ولا شك أن الصراعات القادمة في المستقبل هي حول الماء تمام. يعني لو تحدثنا عن تحلية المياه كبديل للأنهار وكبديل للمياه الجوفية وغيرها، يعني حدثني عن أهمية تحلية المياه وكيف يمكن للنانو تكنولوجي أن يكون لها أثر كبير في يعني تعويض البشرية عن الماء الطبيعي إن شاء الله. أولا برحب جدا بالحديث الشيق لفضيلة الشيخ والإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أما الجانب العلمي هو يتفق كثيرا مع الجانب الديني لأنه هو واحد. أولا تحلية المياه أو النانو تكنولوجي أو تقنية النانو في مجال المياه هو عبارة عن هندسة وفن الجزيئات المائية، يتم استخلاص منها المعادن السامة منها نعم. وبيستخلص منها الزرنيخ والمواد اللي هي غير قابلة ولا صالحة للشرب نعم. دوت بجانب. أما بجانب النانو تكنولوجي فإن بديل للأزمة أو السدود أو أيا كان اللي احنا بنتكلم فيه، أولا احنا عندنا المياه الجوفية ده بديل نعم. ثانيا عندنا مياه الأمطار نعم. بجانب الأنهار اللي موجودة أو البحيرات اللي نعم. قابلة للتحلية صحيح. ولكن احنا بنواجه برضو مشكلة تانية، ما هي المياه الجوفية برضو محتاجة تنقية
احنا دايما نقول ان المياه الجوفيه ما الناس تشرب وخلاص، لا ما هم حيتاذوا اذا كان فيها تلوث يعني. اذا كان فيها ما هي فيها تلوث فعلا. نعم. بدليل اولا المياه الجوفيه اللي بتكون في المناطق الزراعيه، اذا كان في مواد تسميد داخل الاراضي الزراعيه بتنزل طبعا في قاع الارض. نعم. يجي يقول لك انا هعمل مياه جوفيه والدنيا تمام مفيش مشكله، طب انت كده بتشرب تسميد، تشرب مواد مسمده، عناصر كيميائيه، عناصر كيميائيه ودي مضره. نعم. مبيدات. نيجي لاماكن المصانع بتاخد برضو لو امطار نزلت في منطقه صناعيه اللي فيها ادخنه او ما يشبه، يقول لك انا هستخدم المياه الجوفيه ده نظيفه وما فيش مشكله، لا طب انت كده بتاذي نفسك، لازم ليها تنقيه ومحطات تطهير فلترة. نعم. وفلتره وكلام زي ده. طيب في اول جزئيه بنستخدمها هي الاغشيه. في مجال المياه بنستخدم الاغشيه، احنا عندنا نوعين، عندنا الاغشيه موجوده وديت فيها اقسام NF وMF وUF، المجالات بتاعتها متعدده زي الفلاتر برضو اللي احنا بنستخدمها في البيوت. نعم. جميل. ولكن بشكل محطات اكبر وبنسب معينه، لان انا جسمي او جسم البشر محتاج معادن نسبتها كذا، محتاج يوصل كذا، ما ممكن انقي الميه ماشي ما فيش اي مشكله، ولكن احرم من العناصر الغذائيه انها تدخل الجسم. نعم. ودي عقبه كبيره جدا. صحيح. في نقطه اهم من ده كله احنا دايما تايهين عنها، ان المصانع المخلفات بتاعتها اللي بتلقي بيها في قلب الحاجات اللي زي دي مخلفات، يقول انا عايز اعمل لها اعاده. اعاده تدوير. نعم. اعاده التدوير دي عمرها ما هتنفع الا لما اتفق مع المصنع، انت ليك نسبه معينه. ما هو انا دلوقتي عندي مصنع اسمنت، عندي مصنع وان يكن مبيدات، بتروكيماويات. نعم. عندي مصانع مختلفه، طب انا اذا الحاجات دي صرفت في قلب المحطات اللي عندي محطات التنقيه. نعم. طب انا دلوقتي ازاي المحطات بتاعتي هتظبط نفسها على المصانع المختلفه؟ انا عندي مصنع اسمنت. نعم. مخلفاته غير مصنع البتروكيماويات. صحيح. غير مصنع الحديد. تختلف بتختلف. طب انا ايه الحل بتاعي؟ ما لازم احط المشكله واحط لها الحل. نعم. الحل بتاعي اللي انا افرض على المصانع انت ليك معدل معين. طب اذا تجاوزت لان الخطا قابل. نعم. الخطا قابل. طب انا اذا انت تخلفت مصنع الفلاني مثلا، والله انا هديك انذار، انا كدوله الدوله مثلا تديك انذار، والله انت خطيت النسبه اللي هي محدده ليك. نعم. اذا هو تخالفها يبقى هنا في اجراءات تانية قانونيه. دي بجانب المصانع اللي هم بيقول لكم مخلفات. جميل. غير مخلفات المنازل مختلف. طيب الناس دلوقتي بتقلق من حاجه، يقول لك هو الصرف الصحي دوت شرب، لا يا جماعه، الصرف الصحي وتنقيته بيستخدم في حاجات تانية زي المزارع السمكيه. لما انا عندي المخلفات ديت ممكن استخدمها في حاجات كتير جدا، في ري النباتات اللي هي في ري النباتات. انا هقول لحضرتك مفاجاه كمان. نعم. تعرف ان محطات المياه اللي هي بتنقي ممكن تستفاد كهربائيا من مياه الصرف الصحي. طب هقول لحضرتك حاجه بتحصل زمان في البلاد الارياف وممكن معظمنا شافها، يقول لك ده زمان قدام مثلا الحقول او حاجه ده في جان او عفريت او حاجه ده في نار. نعم. دي مش نار. صحيح. دي المخلفات بتاعه الروس والكلام. نعم. مواشي بتيجي اشعه الشمس عليها. نعم. بتعمل. طب ليه ما استخدمش انا الطاقه ديت؟ استخدمها تتحول لطاقه. نعم. وتتحول لطاقه. احسنت. انتقل للدكتور محمد المعدوي. دكتور محمد، يعني ايضا الحديث عن التسميد والاسمده واهميه النانو تكنولوجي في تحويل الاسمده الضاره الى اسمده نافعه تعود على التربه بالنفع وتعود على المجتمع بالخير ان شاء الله تعالى. يعني احدث التقنيات في موضوع النانو تكنولوجي الخاصه بتسميد الزروع والنباتات وانتاجيه المحاصيل الزراعيه تكون في زياده ان شاء الله. حدثني عن الحديث والجديد في علوم النانو تكنولوجي الخاصه بالتسميد. هنتكلم في نقطه صغيره، هبدا من عند محمد ونتكلم الاغشيه. بعد ما بنستخدمها طبعا وجدنا ان الاغشيه بعد فتره بتستهلك ومني طبعا كتر الاستخدام، ففترة الاستراحية بتاعتها بتبقى بسيطة شوية. فبعد كده حصل حاجة اسمها أنابيب الكربون النانوية. بدأنا ننقي بها المية. نعم. علشان لقيناها أفضل وفترة الاستراحية بتاعتها أفضل لتنقية المية وأدق من النانو برضه أيضا يتكلم من النانو. ما احنا وصلنا من عند الأغشية. نعم. بعد كده دخلنا على أنابيب الكربون النانوية. جميل. دي أحدث حاجة في العلم دلوقتي بتنقي المية، بتاع تنقية المية بتاعت الانابيب الكربون. بتشتغل ازاي يعني؟ يعني في كيفيه التنقيه يعني. نفس فكره الاغشيه اللي هي الفلاتر الطبيعيه اللي احنا نعرفها يعني. نفس فكره الفلاتر بس ديت مده صلاحيتها اطول ونسبه التنقيه بتاعتها اعلى. اعلى. طبعا عشان الاغشيه بتقعد فتره وبعد كده بتبوظ، فاحنا عايزين حاجه تقعد معانا فتره اطول. طلعنا من هنا وصلنا طبعا عايزين نشوف نحل المشكله من عند الجذور، مشكله النبات الاكل اللي احنا بناكله، وعايزين اكل صحي وما يضرناش. نعم. طبعا احنا بنحط كميات اسمده كبيره جدا، بتحصل ايه؟ بيحصل انبعاثات للغازات، بيزيد طبعا غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو، بيحتس ايه؟ الاحتباس الحراري. صحيح. فدي مشكلتنا اصلا، ان احنا عايزين ننقي البيئه الاول، بعد كده الميه
المية بتاعتنا لما تبقى البيئة متنقية خلاص احنا حلينا نص المشكلة، النص التاني اللي هو المية. المية. فدلوقتي الأسمدة، عايزين نسبة الأسمدة اللي هنحطها للنبات تبقى أقل. طبعا على قد المطلوب بالظبط، ما يبقاش زايد عن حاجه النبات يعني. اه طبعا النانو تكنولوجي مثلا الشجره كبيره عريضه ممكن تاخد من حوالي 25 سنتي. النانو تكنولوجي على حسب طبعا الاستخدامات اللي بتبقى موجوده على العبوه، فطبعا 5 سنتي في الطبيعه بتاعها هي بتاخد كيلو وربع من نوع السماد. نعم. وليكن ده يعني مش تفصيلي بس ده الفرق يعني. فالنانو تكنولوجي دلوقتي بيخترق الجسم النبات. نعم. لان وحداته او جزيئات النانو اصغر في المقاس، فبتخترق جزيئات النبات فبتغذي وتدخل تشتغل على طول على النبات على الجزء اللي احنا عايزين نشتغل عليه. جميل. بعكس طبعا المواد الثانيه وبعكس الاسمده التقليديه. فاحنا دخلنا على الاسمده، طلعنا من الاسمده نقول بقى نتكلم على الاهم اللي هو المبيدات. نعم. دلوقتي احنا عايزين نخلص على الحشرات بس في نفس الوقت ما نضرش الاعداء الطبيعيه بشكل طبيعي. وفي حاجه أورجانيك اسمها الاعداء بس بشكل ابسط بقى اللي هو نضيف السماد اللي هيخترق الحشره دي ونحافظ برضو على العدو على الطبيعي النبات. لا العدو الطبيعي الحشرات الاخرى المفيده للبيئه يعني. المفيده للبيئه علشان ما نبقاش درنا علشان ما يبقاش ايه. وثم بقى المشكلة الأهم أو اللي بتواجهنا دلوقتي اللي احنا برضو عايز اتكلمه عشان الجمهور إن الناس ما عندهاش دراية بأسمدة النانو مع أنها غير مكلفة. نعم. أرخص يعني نسبة التكلفة يعني. بتاعتها أرخص بكتير. احنا طبعا استخدمناها عملي الكلام ده مش وجايب نتائج كويسة يعني. طبعا نواتج رهيبة والله يعني. أنا والدكتور محمد قمنا بأبحاث 5 أبحاث حاليا موجودين لحد دلوقتي ولسه ماشيين إن شاء الله في البحث السادس. نعم. المية وصلنا لحد طلعنا من الأخشية من عند محمد ودخلنا في الكربون. عشان الكربون أعلى حاجة فيها دلوقتي. جميل. طلعنا كمان من التسميد وصلنا لمعدلات أقل جدا في الأسمدة غير الأكل الأسمدة الطبيعية. بعد كده كمان المبيدات. جميل. علشان شغلها. الفكرة بسيطة جدا الأسمدة النانوية ما فيهاش أي ضرر. طبعا بيبقى أكتر الشغل بتاعك بيعتبر شغله أورجانيك لأن الأسمدة النانوية بالذات لها شقين، يا أما تستخرجها من مواد هي طبيعية وأما كيميائية، بس في الأحسن بنستخدمها من مواد طبيعية علشان تبقى شغلك كله نظيف. ده بيفيد مصر طبعا وبيفيد كل اللي هيسمعني إن المصدر والمستورد ما بين التصدير لو احنا عايزين نصدر اي فاكهه او نصدر اي حاجه بره مصر طب اورجانيك ما فيهاش اي مبيدات او اشياء مسرطنه. نعم. هنبعد هنشتغل بشغل نانو تكنولوجي فعلا هيفيد الاقتصاد بتاعنا، هيفيد المزارعين، هيفيد كل حاجه. انت فعلا انت تقدر تصدر شغلك. نعم. هتقدر تاكل شغل اكل نظيف، هتقدر توفر في تكاليف. جميل. يعني النانو تكنولوجي طب احنا متاخرين في النانو تكنولوجي قوي عن دول المتقدمه الاخرى ولا عندنا ابحاث يعني ابحاث معديين بصراحه شغالين يعني الشغل بتاعنا بصراحه جامد جدا يعني احنا في النانو تكنولوجي. انا بتكلم مصر كدوله يعني هل لنا ثقل في موضوع النانو تكنولوجي تطبيقه على ارض الواقع؟ تطبيقه احنا اشتغلنا نانو تكنولوجي تسميد واشتغلنا نانو تكنولوجي تحليه مياه بس على ارض الواقع مش بالنسبه الكبيره مش بالنسبه محتاجين توعيه للناس اكتر باهميه النانو تكنولوجي طبعا. وبعدين هو مثال بسيط يعني اي حاجه هتتصنع من نانو تكنولوجي هتبقى افيد للانسان وهتبقى افيد لجسم الانسان اكتر. صحيح. من اي ماده تانية. جميل. لان تصغير الماده بيخليني اوفر في الاستخدامات بتاعتي، بيخليني انقي فعلا البيئه بتاعتي. النانو تكنولوجي مسؤول عن كل حاجه نقدر نشتغل بيها. يعني النانو تكنولوجي دلوقتي بتشتغل بتنقي البيئه من البكتيريا والفيروسات. صحيح. وحاجات سهله جدا واجهزه بسيطه. طبعا في حاجه كمان ممكن اضيفها للجمهور سريعا، في اجهزه استشعار نانويه. اجهزه الاستشعار ديت بتتحط في الحقل ودلوقتي يحصل حشره معينه ترسل لجهاز الموبايل بتاعك او الجهاز الكمبيوتر ان في الحشره الفلانيه هتقتربت. طب التسميد قال تقول مثلا ان نسبه السماد الفلاني قال في النبات. ده هيفيد. جميل. اكتر. جميل. يعني النانو تكنولوجي بصراحه ملوش حدود في كل المجالات. احسنت. وبالذات يعني الدوله اللي هتتكلم في النانو تكنولوجي او هتشتغل على النانو تكنولوجي مع نفسها هتحارب هتدافع عن نفسها علميا واقتصاديا. نعم. واقتصاديا وحربيا وصحيا كمان. نعم. صحيا طبعا. صحيح. بس اهم حاجه أحسن. الجزء الصحي وهتوفر. جميل. علينا. شكرا دكتور محمد المعدوي، اشكرك. ومشاهدينا الكرام اسمحوا لنا بهذا الفصل القصير ثم نعود ونكمل الحوار، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام عدنا اليكم مره اخرى بعد هذا الفاصل وارحب مره اخرى بضيوفي الكرام في هذا اللقاء. دكتور جميل، يعني ونحن نتحدث عن يعني النانو تكنولوجي وهي
أحدث الصيحات العلمية في عالم الصناعة والزراعة يعني تنقية المياه وغيرها من اختصاصات النانو تكنولوجي في كل المجالات لا شك. يعني هل هناك إشارات في القرآن الكريم أو في الدين الإسلامي حول النانو تكنولوجي أو أهمية أن نستغل العلم في يعني إعمار الأرض ونفع الناس؟ طبعا القرآن الكريم زي ما ذكرت بداية اشتمل على كل العلوم الكونية وبيّن أنها قائمة بقوانين إلهية ترتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستخدم هذه العلوم وأن نفتش فيها وأن نبحث فيها لاستخدامها لحياتنا وفي نفس الوقت للتعبد بيها لله سبحانه وتعالى. وسميها آيات لآيات لأولي الألباب. زي ما ربنا قال مثلا ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. كل ما في الوجود من هذه العلوم آيات. ويدعونا إلى طلب العلم بلا حدود وفوق كل ذي علم عليم. وقل ربي زدني علما. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا. يأتي القرآن الكريم بالنص القرآني في سورة الأنعام بقول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ثم يقول ويعقب بعد ذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب النانو تكنولوجي علم ما دون الذرة ما هو أقل من ذلك في القرآن الكريم أيضا. فلنقرأ في مطلع سورة سبأ الآية رقم 3 قول الله تبارك وتعالى عالم الغيب. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ما شاء مبين. الله الله أكبر. فاشتمل جميل. القرآن الكريم على علم النانو تكنولوجي وما أقل دون النانو تكنولوجي وما هو فوق المواد المركبة وما فوق الذرات والمواد المركبة. جميل. فالقرآن جميل. الكريم أحسن. لم يغفل هذه الأمور بل بالعكس بينها لأن كل ذلك صنعة الله سبحانه وتعالى. الأرض نفسها وما فيها وما ينبت فيها آيات. الماء آيات. كل ده كل القرآن يسميه آيات. آيات يعني أنك أنت بتتعبد بيها. زي الآية القرآنية اللي تتعلمك الصلاة دي آيات تعلمك شكر الله على هذه النعم وهكذا. وفي في هذا المجال استأذن بأن أنا أحيي شبابنا حقيقة لأنهم فخر لنا فعلا أن نجد شبابنا صارع إلى هذه العلوم الحديثة اللي الغرب بيتباهى بها واللي القرآن الكريم أصلها. صحيح. يعني ينبغي وضع لها قواعد. بالضبط. ودعانا إلى استخدامها لنرشد استخداماتنا لنعم الله عز وجل. فعلى سبيل المثال في المياه مثلا نجد القرآن الكريم يدعونا والهدي النبوي إلى الترشيد في أن الماء شركة بين البشر جميعا. قال صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة ومن بينهم الماء والكلى والنار الطاقة. ثم نجد أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عدم الاستهتار بتبذير أو تضييع الثروة المائية المطرية أو غيرها من الثروات الأخرى. ويدعونا إلى الحفاظ عليها ويدعونا أيضا إلى عدم تلوثها بالملوثات والحفاظ عليها. بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ملعونين ومنهم الذي يتخلى أو يلوث هذه المياه التي هي حق لكل إنسان ولكل حيوان ولكل نبات. أحسنت فضيلة الدكتور. وانتقل مرة أخرى للضيوف الكرام مهندس محمد حسني. يعني لو تحدثنا سريعا عن أهمية حلول ندرة المياه، يعني هل هناك حلول بالنانو تكنولوجي لندرة المياه سريعا؟ مبدئيا سريعا اول ما بيخطر على بال اي حد من الناس سواء علماء او عامة الشعب يقول لك انا هلجأ للمياه الجوفية. طيب بس دلوقتي نقدر فعلا من خلال المياه الجوفية نوفر ده، بس عن طريق تحليتها بقى وتنقيتها من المواد اللي فيها. زي ما حضرتك قلنا نشوف الحاجات بتاعتها في المناطق الزراعية التسميد. نشوف المواد دي في اللي في النانو تكنولوجي تنقي المياه من التسميد في المناطق الزراعية. لا مش كده بس، لا ده احنا في المناطق الزراعية نشوف النانو تكنولوجي يعالج المياه اللي مسمدة. ونروح للمناطق الصحراوية نشوف المناطق اللي فيها النانو تكنولوجي يعالج البيئة المحيطة الصحراوية والأتربة والكلام اللي زي دوت. ونشوف برضو المناطق الصناعية نشوفها برضو المخلفات المصانع، نشوف تنقية النانو في تنقية المياه. لأن كل منطقة تختلف عن المنطقة. ما ينفعش أستخدم نانو تكنولوجي في المناطق الصناعية زي المناطق الصحراوية زي المناطق الصناعية. كل مكان وليه طريقة. أيوة. فدوت من ضمن الأسباب اللي هي تنقية النانو
للابار اللي هي المياه الجوفيه. احسنت. انتقل للدكتور محمد المعداوي. دكتور محمد، يعني الاسمده والحديث عن الاسمده ايضا، يعني ربما البعض لا يعرف شيئا عن النانو تكنولوجي وخاصه اخواننا الفلاحين، يعني حدثني عن اهميه التوجه للنانو تكنولوجي في موضوع الاسمده وانتاجيه الفدان او انتاجيه الزراع من النانو تكنولوجي كنسبه وتناسب بين الزراعه الطبيعيه العاديه التي نمارسها وبين النانو تكنولوجي، هل هناك فوارق كبيره بينهم؟ في فوارق طبعا، بالذات في الانتاجيه. هو طبعا الانتاجيه، انتاجيه الفدان اعلى. هو الفرق مش مشكلتنا الانتاجيه، المشكله هي تنقيه البيئة. نعم. والمشكله ان احنا ناكل ثمار بطعم ثمار زمان. نعم. يعني تشم كده الثمار طبيعيه، تحس ان هي طبيعيه، تحس ان ريحتها طبيعيه، تحس ان شكلها طبيعي، تحس ان هي رجعت تاني الايام زمان من الطعم والريحه. إيه طبعا الاسمده بتوفر جدا للفلاحين، بتوفر جدا في السعر. طبعا الفدان ما بيستخدمش الجردل صغير في مرات التسميد. حسب طبعا الارشادات الجردل بيتراوح طبعا وزنه 5 كيلو. فالحاجه بسيطه جدا بالنسبه للفدان. الفدان ممكن يستخدم في الشكاير، ممكن يستخدم 5 شكاير، الشكاره مش عارف 50 كيلو. فالفرق برده كبير، فرق كبير جدا طبعا. نعم. الاسعار طبعا. الاسعار ما فيش زهيد سعره بالنسبه للاسمده العاديه وقليل. طبعا بالنسبه للميه والاخشيه دلوقتي، علشان التنقيه السريعه وعلشان المجاعات والحتت اللي فيها ندره مياه، تم اصدار اللي هو جهاز قد كده من الاخشيه، تشرب بيه ينزل، تشرب بيه عادي الواحد يمد ايده ويشرب بيه زي الشفاطه كده. نعم. وتبقى هو منقي وتشرب ميه منقيه، حتى لو بتشرب من البركه فلتر، تشرب من البركه ديت وتشرب خلاص، عشان ما النانو تكنولوجي متدخل في الفلتر. في الفلتر ده، فلتر ده نانو تكنولوجي، ده في الاخشيه، ده مصنوع من الاخشيه، اخشيه الكربون. فده طبعا حاجه سريعه جدا، وديت العلم شغال بها دلوقتي، وفي الدول اللي هو في دول افريقيا بقوا بيستخدموه. اذا مشاهدينا الكرام، القران الكريم اشتمل على العديد من الايات القرانيه والكونيه التي تدل دلاله واضحه على ان الحق جل وعلا لم يفرط في هذا الكتاب من شيء، او لم يترك شيئا الا وتحدث عنه الحق جل وعلا سبحانه وتعالى. ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلد المسلمين. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوفي الكرام، فضيلة الأستاذ الدكتور جميل محمد علام، عميد معهد الدراسات الإسلامية. شكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. شكرا فندم. أشكر الحضور والسادة المشاهدين ومن وراء الكاميرا والميكروفون. شكرا جدا. كما أشكر أيضا ضيفي الكريمين الدكتور محمد المعداوي، الباحث بالنانو تكنولوجي ومدرب الجودة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد. شكرا، شكرا لكل جدا. الجمهور، وشكرا لكل اللي قاموا على البرنامج ده بصراحة، نقطة محترمة بجد إن شاء الله. وأشكر أيضا مهندس محمد حسني، أيضا متخصص في النانو تكنولوجي. شكرا باشمهندس. أشكر حضرتك، أشكر حضرتك، وأشكر السادة الضيوف، وأشكر ما وراء الكاميرات، وأشكر السادة المشاهدين في البيوت. ربنا يكرمك. أشكرك جدا وإن شاء الله نبارك لكم قريب على بحوثكم العلمية النافعة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، وبإذن الله تعالى نلتقي معكم في لقاءات قادمة وبرنامجكم دنيا ودين. أشكركم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.